وحرمة الطائفية. هذا البيان صدر من سماحة السيد الحسني في 1427 4 شعبان 1427 هجرية، ولكن انظروا فيه ماذا يقول بعد أيضا قتل المتواجدين عند دار السيد الحسني. يقول: إلى الله المشتكى وعليه المعول بالشدة والرخاء، يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ربنا، بأي ذنب قتلت هذه الأرواح الطاهرة؟ بأي ذنب سفكت هذه الدماء الزكية؟ بأي ذنب هدكت وروعت ويتمت وظلمت هذه النساء والأطفال البريئة؟ ألأنها تؤدي الصلاة؟ ألأنها تقرأ الدعاء؟ ألأنها تدرس وتلتزم الأخلاق؟ أو ألأنها ترفض الدخلاء؟ أو لأنها تنقت المرتزقة والعملاء؟ أو لأنها رفضت وترفض تقسيم وتفكيك وتضيع العراق؟ أو لأنها تشجب وتستنكر وترفض وتحرم الإرهاب وتنويع وتهجير وقتل الأبرياء؟ أو لأنها لا ترضى ولا تقبل الطائفية النكراء؟ أو لأنها بقيت على الصفاء والنقاء والصدق والولاء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الأخوة، اسمحوا لي أن أقرأ بعض مقتطفات من سماحة السيد الحسني عندما كانت الطائفية في 2006 أو 2007، حتى يعرف العالم ما هو مقدار رحمة هذا الرجل، وما هو هذا الرجل. هل هو طائفي؟ هل هو تكفيري؟ هل هو داعشي؟ هل هو إرهابي؟ هل هو عالم؟ هل هو صادق؟ يقول: نحق دماء نعلن ولاء للعراق سامراء، لا يجوز مطلقا التعرض والاعتداء على الأرواح وأجساد المسلمين الأبرياء والمستضعفين من أهل السنة وعلى مساجدهم وأماكن عبادتهم وشعائرهم ومقدساتهم، ولا على أعراضهم ولا كراماتهم ولا ممتلكاتهم، كما لا يجوز ذلك على المسلمين الشيعة أتباع أهل البيت. الرزية الرزية كل الرزية في الحرب الطائفية والانقياءات، التعصب الجاهل الأعمى والسير في مخططات الأعداء والإسلام والإنسانية. هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأخوة الحضور من مراسلي الفضائيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بيان موجه إلى كل أبناء الشعب العراقي وإلى كل الأحرار في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. إلى أبناء العراق الغيارة، إلى كل الأحرار في العالم، إنما حصل في كربلاء من اعتداء سافر على دار المرجع العراقي العربي السيد محمود الحسن الصرخي كان جريمة شنعاء بكل المقاييس والأعراف. فإن قتل الأبرياء والتصفية الجسدية للجرحى وحرق الجثث وجرها في الشوارع لا يدل على أن القوة التي هاجمت دار السيد الحسن الصرخي قوة تخضع لقانون ولقوانين ونظم، بل إنها عصابات وميليشيات إجرامية قد نزعت منها الإنسانية فضلا عن الدين. إنما حدث في كربلاء جريمة بكل المقاييس، فأي شريعة تقبل بأن يجمع الجرحى في مكان واحد ومن ثم يتم حرقهم وهم أحياء، وبعد ذلك يسحبون في الشوارع وأمام الناس؟ والأدهى من ذلك كله أنهم يقومون بتصوير جرائمهم ثم ينشرونها بمواقع التواصل الاجتماعي للتباهي بها. وكما ترون هذه الصور التي عرضها الأستاذ مهند الطائي هي التقطتها القوات الحكومية ونشرتها في المواقع. انظروا إلى هذا العسكري، بعد قتله يسحبه من ابنه ويصور نفسه. أي جريمة أكثر من هذه؟ بل أي دناءة وصل لها هذا الجيش؟ أصبح ليس جيشا للعراق بل جيشا للمالك فقط، فتحصل لهم على ما اقترفت أيديهم من جرائم النكراء، لا لشيء إلا لأن هذه المرجعية وأتباعها
رفضوا الطائفية والقتل على الهوية والتهجير والتقسيم. فهل حب العراقي وشعبه جريمة تستحق القتل والتمثيل بالجثث؟ أم إن رفض فتاوى التكفير والقتل والتهجير هو جريمة تستحق هدم الدور والتصفية الجسدية؟ وهل إن الولاء للعراق وعدم الانقياد والاتباع لأجندات خارجية تستحق القصف بالطائرات وقتل الأطفال والنساء والرجال وقتل العزل من السلاح؟ إنما حدث في كربلاء وما يحدث في عموم العراق من جرائم ترتكبها حكومة المالكي تدفعني أن لا أتشرف بالعمل في هذه الحكومة، وعلي أعلن استقالتي من منصبي كنائب لمحافظ بابل ومعارضة السياسية لنظام الحكم في بغداد، كما وأنصح جميع المسؤولين في محافظات الوسط والجنوب بعدم اقتفاء أثر محافظ كربلاء المجرم عقيل الطريحي والذي أشرف بنفسه مباشرة على هذه الجريمة، كما وأنني أوجه ندائي إلى كل المحافظين في جنوب العراق ووسطه على أن يقوموا بالعمل الصواب وإطلاق سراح المعتقلين من السجون، لأن التاريخ لا يترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها، وستنالهم لعنة التاريخ فضلا عن لعنة الله ورسوله وملائكته وعباده الصالحين. فالحذر الحذر من غضبة الحليم إذا غضب، ومن دعاء المظلوم إذا دعا ربه، والعاقبة للمتقين. والحمد لله رب العالمين. المهندس قاسم الزاملي نائب محافظ بابل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله هذا طبعا البيان سيوزع عليكم بعد انتهاء المؤتمر الصحفي. على من صراحة تلقون باللائمة والمسؤولية عن ما جرى في بصراحة إلى الآن لم تصل لنا شيء من الشيخ الخالصي بخصوص هذه الجريمة. وأما نعطي اللائمة أو نضع اللائمة على الحكومة وعلى المؤسسة الدينية في النجف الأشهر. نعم. المؤسسة الدينية هي عبارة عن أربعة مؤسسات أو أربع مراجع، فنحن نجعلها كلهم في مصب واحد وكلهم في هدف واحد. يا سيدي، حصلت هذه المجازر في محافظات الأنبار والموصل وتكررت هذه الصور، والآن حصلت في كربلاء. هل سيكون لديك تنسيق مع المراجع السنية والقيادات السنية في رفع دعاوى والتعاون يعني أخوتي الكرام؟ في سنة 2004 حسب ما أعتقد أو 2005 صدر بيان من سماحة السيد الحسني وأنا أحمله الآن. هذا البيان عندما قامت القوات المحتلة الأمريكية الغازية عندما قامت بضرب منطقة الفلوجة، فأصدر سماحة السيد الحسني بيان تحت عنوان انظروا إلى الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون أخوة. يقول سماحة السيد الحسن في هذا البيان، اسم البيان فلوجة الخير والمقاومة. أنا سوف أقرأ هذا البيان، ولكن ممكن على كل مراسلين والأخوة الحضور والمشاهدين أيضا أن يدخلون على موقع السيد الحسني ويستطيعون إخراج هذا البيان. اسم البيان البيان رقم 12 فلوجة الخير والمقاومة. يقول فيه: إن العين تدمع وإن القلب يقطر دمع على الدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت بسبب الاعتداء البربري الغاشم الظالم الحاقد على أهل الأحباء في الفلوجة. فعلى الكل، انظروا إلى هذه الفتوى، يقول: فعلى الكل العمل بما في وسعه لمساعدة الفلوجة الصامدة الصابرة، مساعدتهم المساعدة العينية والمعنوية من الغذاء والكساء والدواء والصلاة وحتى الدعاء. بارك الله في الفلوجة الصامدة الصابرة. هذا في سنة 2004 أو 2005. هذا موقف سماحة السيد الحسني من المقاومة الشريفة، المقاومة الحقيقية. نحن نعتقد أن أهالي المنطقة الغربية، ويقول سماحة السيد الحسن ونصح الحكومة نصائح مجانا قدمها سماحة السيد الحسن، يقول فيها: نحن نعتقد، طبعا سماحة السيد الحسن أغلب الثورات العربية نصرها وآزرها، نصر الثورة الليبية ونصر الثورة المصرية ونصر الثورة
السورية، وأيضا قال إن المطالب في المناطق الغربية هي مطالب مشروعة. نعم طبعا. أنا أحب يعني قبل 10 أيام كنا هنا في هذه الغرفة، كان مؤتمر صحفي للسيد أحمد علي حازم، يعني المجموعة الجماعة السنية التي هي حاليا معارضة للمالكي، هم قالوا بأنه قبل بعد أسبوع سينتقض الجنوب أيضا تحكما للمالكي، يعني هل كان لديكم تنسيق مسبق مع هذه الجماعات للقيام بنوع من الانتفاضة ضد حكومة المالكي؟ وسؤالي للسيد نائب محافظ كربلاء، لماذا لم تعلن استقالتكم في مركز محافظتكم؟ لماذا اخترتم أربيل؟ واليوم السيد المالكي اعتبر أربيل مكان لإيواء جماعة داعش، يعني أنتم أيضا هربتم من خطة المالكي إلى أربيل؟ حقيقة إلى الآن لا يوجد أي تنسيق بيننا وبين الأخوة المنتفضون في محافظة الأنبار، وإلى الآن لم نلتقي بالأستاذ الكريم علي حاتم سليمان، فلا يوجد تنسيق إلى هذه اللحظة. أما بالنسبة إلى سؤالك حول عدم إعلان استقالتي في بابل، أنتم كفضائيات الآن تعملون في منطقة الإقليم لأن لكم الحرية والحركة التي وفرها حكومة الإقليم لكل الإعلام الحر، ولكن في مناطق الجنوب والوسط والتي هي تحت ظل الحكومة المركزية للأسف هذه الفضائيات ممنوعة من العمل، أما بقية الفضائيات الموجودة هي فضائيات تابعة للحكومة لا تنقل ما نريد أن نقوله، ولأننا نعلم أن هؤلاء القوم لا يتورعون في عمل أي شيء مخالف للإنسانية فضلا عن الشريعة. هؤلاء الذين قتلوا العزل، قتلوا الناس الزائرين وليسوا حمل السلاح، لا تتوقع منهم إلا أنهم سوف يقومون بقتل أي شخص يعارضهم في تلك المنطقة في الأيام القادمة. يعني الآن هذا تتحدثون عن آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، ماذا سيفعلوا أحزاب الصف في الأيام القادمة؟ هل ستوجهون إلى المحاكم؟ لديكم دليل عسكري؟ بصراحة نحن كمرجعية دينية، هي مرجعية دينية رسالية همها إيصال الفتاوي الشرعية الأخلاقية بدون تعصب، ولكن نحن نتكلم عن الأهالي، المقلدون عبارة عن عراقيون، فهؤلاء عندما يقتلون ويسحقون وتهدم الدور وتعتقل الأطفال والنساء، هل هم يسكتون عن ذلك؟ فبصراحة نحن ونكرر هذا الشيء إلى أغلب الحكومات اللي هي في 10 محافظات، نقول احذروا ثورة الحليمة إلى غد، والحرتك فيه إن شاء الله. إذا كانت ستكون لقاءات مع قادة السنة في المستقبل، هل ستنضمون إلى هذه الثورة التي تنتقل فيها المحافظات الستة؟ بصراحة قلنا ونكرر هذا الكلام، إن مرجعيتنا هي مرجعية دينية أخلاقية شرعية، مهمتها إصدار فتوى، هذا وجوب هذا حرام هذا حلال، هذه مهمة المرجعية. نحن نتكلم كوني أنا مسؤول العلاقات العامة في مرجعية سيد حسني، أتيت إلى هنا إلى هذا المكان الذي نحس فيه الحرية وفيه عطاء آراءنا بكل ارتياح، نقول سوف نقدم هذه الشكاوى إلى المحاكم الدولية أولا، ولكن نحن غير مسيطرين على الأهالي عندما يغضبون، عندما تذهب الأطفال، عندما تذهب النساء، هؤلاء أيضا أولاد عشائر ومعروفون ومسؤولون. يوجد بالمناسبة هل تسمع حكومة كربلاء أو الحكومة المركزية 13 دكتور، طبعا أغلب السكان من منطقة سيف سعد، الواقعة وقعت في محافظة كربلاء في منطقة سيف سعد، الذين يسكنون بالقرب من سماحة السيد الحسني هم أغلبيتهم مقلدين للسيد الحسني، وأغلبيتهم الطبقة المثقفة الأكاديمية المثقفة.